هلو فريدة. يا اهلا فريدة. يا اهلا. ازيك يا فريدة؟ اهلا شيرين. عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو. ايه الحاجات الحلوه اللي فريدة عاملاها دي يا ولاد؟ حاجة تحفة. اهلا اهلا اهلا. يا اهلا. نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان، يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا معانا في حلقة يوم الاربعاء الخاصة باصحابي الصغيرين، بس ما فيش اي مانع ان الكبار يتابعوها. اي حد عايز يتواصل معايا خشوا لي على أربعة شارع شريف على الفيسبوك، وكمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. عندنا ايه بقى النهارده؟ زي ما انتم شايفين متالقه فريده موجوده معانا، موسى عامله لنا اكل حلو. ازيك؟ ازيك يا حلويات انت؟ جميله. بعد ما نخلص معاها نتكلم عن التغذيه الخاصه بالاطفال وفقره هيرو بيبي، والنهارده شرفنا فيها استاذ دكتور طارق بركات، استاذ طب الاطفال بكليه طب جامعه المنصوره، واستشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير للاطفال، وزميل الكليه الملكيه لطب الاطفال بانجلترا. بعدي عندنا مدرسه كابيتال انترناشونال بحدائق اكتوبر، وعملوا لنا شو حلو قوي قوي، وليهم هدايا كتير من هيمتو، احلى حلويات وبينجو احلى لعب. يا رب تتبسطوا معانا النهارده. ليك يا فرع فيا؟ يا اهلا يا اهلا. ليه ما رحتيش مع عيلتك سيوا ليه؟ ما مش قادره بقى شريف بقى. مامتك واخوكي ما خدونيش معاهم ليه؟ مش عارف. ما يا زهر يا نور، مش احنا لازم نعمل كده المره الجايه. المره الجايه غزوني. وانا كمان. هم رجعوا بس. الحمد لله. ما تقولش لا ما تقلقش. يبقى شاير عيني وحش. لا المره الجايه بجد. لا يبقى عيني وحش. لا لا اوعى تقول كده. شفت حطيت لك ورق الوان وحاجات ازاي؟ تحفه على فكره. انا اول ما جيت خدت بالي طبعا. فيري فيري نايس. طبعا. يعني ولادي كده واحلى. ايوه ولادي هنا اللي بيعملوا لنا ديكور بيعملوا لنا حاجات حلوه. بصراحه. هو ايه التورته دي؟ دي شاورما. تورته شاورما؟ بتهزري؟ بنحاول نلعب كده بقى ونعمل حاجات. فيري نايس، عامله امبيونس. حاجه فظيعه. وايه السلطه دي؟ دي سلطه فجل بالحمص. اموت في الفجل. انا كمان. فجل احمر. بموت فيه. يا هو ده. ومزازته كده وبيعمل حلقان وكشف النخاش. ايوه ايوه هي دي هي دي. طيب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالشاورما. بالشاورما؟ ناخد وقتها. شاورما يا ولاد. اول حاجه عندنا للشاورما او للفراخ عندنا صدور فراخ مقطعينها شرايح، ملح وفلفل، ثوم مفروم، زبادي، عصير برتقال، عصير ليمون، بهارات شاورما، حبهان مطحون، سنه قرفه، زيت، بطاطس مقليه، عيش تركيه، خيار مخلل، لفت مخلل، جبنه تشادر مبشوره. وللصوص بتاع الشاورما عندنا زبادي وجبنه كريمي وطحينه وثوم مفروم وعصير ليمون ومايونيز وملح وفلفل وبقدونس. اوكي. بس هو ايه العيش الاخضر اللي انت جايبه ده؟ ده انا بقى قلت العب. ده تورتيا بس لونه اخضر. ده بيتباع جاهز كده؟ طب ده عشان بس نفهم الناس، لو ما لقيتوش ده ممكن عيش شامي عادي جدا. وممكن في سوري كمان بيتباع دلوقتي في المخابز. الوان كده برضه؟ لا مفيش الوان. طيب بس يلا. انا قلت بقى نعمل الوان وندلع الشكل. ايه بقى نحط ايه على النار؟ اول حاجه خليها احط زيت بس. طيب. وهنا هتبل الفراخ، هاخد الصدور بس من غير الميه. شرايح. احط لك زيت هنا. وادي الزيت. بعدين خلاص هحط عليها عصير ليمون واحط برتقال، عصير البرتقال بيديها طعم تحفه، سنه قرفه وبهارات شاورما دي بتتباع من عند اي عطار يعني. وعندنا حبهان مطحون وسن الثوم. اوكي كده. وايه تاني ايه تاني؟ بس كده هنقلب. ممكن ملح وفلفل بس. عايزه ده صح؟ ده خلاص. انا ممكن احط لك كل اللي فاضي هنا. ادي فلفل وملح وادي ملح و بس كده. المفروض طبعا والزبادي. انا اسفه. وزبادي عشان تطريها. بالظبط كده. المفروض طبعا ان انا اسيب ده في التتبيله اقل حاجه ساعتين، بس انا هعملها على طول وهتبقى طعمها تحفه. هتحطيها بميتها كده في الزيت؟ لا هطلعها بقى بايدي كده. احنا كده طبعا الزيت سخن صح؟ جدا. نحاول نحطها مش ملزقه كده في بعض. ايه ما نخليش فيها ميه خالص بس كده عشان هي تنزل ميه. اوكي خلاص. ونبتدي بقى ايه
نسويها عادي جدا. نعمل ايه بقى في هذه الاثناء؟ نعمل الصوص بقى. يلا. الصوص هناخد جبنه كريمي. اهي. اوكي معاها. معاها شويه مايونيز. مايونيز قد بعض بالنسبه. وطحينه. هي الساعات دي طلعت موضه تاني؟ ده انا جايبه منها الجولد والسيلفر وماشيه بقى ايه؟ بلبسها ايام المدرسه. دي موضه جدا. والله ممكن ادور عليها ممكن. هتلاقيها طب. لا هلاقيها عندي قصدي يعني. بجد؟ ممكن جدا. لو ما لقيتهاش قول لي. انا ما برميش حاجه انت عارفه. هنحط توم. وده ايه ده توم؟ ايه تاني يا شريف؟ ممكن اخد شويه زبادي مش هيقول لا. انا شايف كده. ممكن اهو. يلا. حطي كل. كميات ايه زي بعض. ماشي. احنا حطينا ليمون. حطينا ليمون؟ شويه ملح وفلفل. وهاخد البقدونس احطهم معاها كده. الله الله. هشيل دول ورا وارجع. احنا حطينا ليمون؟ ممكن نحط تاني زيادة التأكيد عشان انا بصراحة ايه مش هيخسر. انا حاسس ان احنا مش فاكر. انت جبتي اللفت ده من المخلية ولا جايبه جاهز؟ انهي واحد؟ اللفت. لا ده جايبه جاهز. احنا بنعمل في بيتنا احلى لفت في الدنيا. اللي لونه احمر ولا الاصفر؟ انا بحب بقى يا شريف العروش بتاعة اللفت. تعرف طريقة التخليل بتبقى سهلة جدا. بصي انا ما بفهمش ما اعرفش عمري ما خللت حاجة بس ابويا احسن واحد في مصر بيخلل حاجات. بجد؟ ايوه اكيد بيعمل خيار بقى والحاجات دي. والبتنجان المخلل وال الله بحبه قوي. والليمون. بتحب البتنجان مخلل مقلي ولا مسلوق؟ لا هو بيسلقه. بيسلقه صح؟ انا بحبه مسلوق برضه. بيبقى اخف. بيبقى اخف بكتير وبيقعد وقت اطول. صحيح هحب اعمله عيش فينو وسندوتشات. تحفة. يا دعاء عامله ايه؟ مع شويه طعميه كده يا دعاء. فظيعه يا دعاء. مش عايز اقول لكم بقى دعاء خايفه على صحتها جدا. فالساده المصورين قاعده فوق اولا ها؟ والساده المصورين عندنا بيلبسوا الهيدفون فهي خايفه بقى من الكورونا وكده فمحصله عامله ايه لازم اقلدها لكم. جايبه ورق زي ده كده بالظبط وبعدين هي محجبه بتحطه فوق الحجاب كده اهو وحاطه فوقيه الهيدفون وماشي وبعدين تعالى البتاع ده بيبقى عامل كده اهو بيبقى عامل زي نفرتيتي ماشي وماشي بقى في الاستوديو ايه وهي عريضه جدا ماشي بقى في الاستوديو انا وبقى هي على طول بتمضغ لبانه عشان تطلع غلبها هسميكي نفرتيتي الشارع مبسوطه طيبتك انا جميله دعاء ماشي ايه بقى ممكن نقول السلطه لحد ما الفراخ تاخد مقادير السلطه يا اولاد يلا سلطه الفجل والحمص اول حاجه عندنا حمص مسلوق فجل خيار طماطم بصل كابوتشا كزبره فريش ليمون زيتون اسود سماق زيت زيتون مستردة ملح وفلفل خلاص اول حاجه هعملها ايه هعمل الدريسنج وبعد كده احط عليه بقى كل حاجه ايه رايك هحط هنا البصل كده مش هجيب معلقه مش مهم عليه شويه سماق واحط بقى معاهم زيت الزيتون والليمون والمسترد ممكن عايزين تزودوا سنه سكر مش هتقول لا تخلي طعم البصل حلو قوي شويه ملح وفلفل عايز اقول حاجه بمناسبه الكورونا لو سمحتوا من فضلكم لما حد يجيله في العيله كورونا ما تجيلكم ما تخافوش هتخفوا سواء صغيرين كبار لان الذعر اللي بيحصل ده بيقلل المناعه واهم حاجه في الكورونا ان المناعه تكون كويسه فلما حد يجيله كورونا جالي كورونا اوكي هخف عادي يعني هبقى زي الفل يبقى حاطط ده في باله ما يحطش في باله ان هو هيضطر يروح المستشفى اغلبيه الحالات ما بتروحش المستشفى انا كل اللي اعرفهم ما راحوش المستشفى اصلا وهتخفوا فلا تقلقوا مش كده؟ صح هي اهم حاجه يا شريف المناعه فعلا لو حد خاف وقعد مهسهس وبتاع ما تخافوش ما تخافوش الموضوع بيبقى صعب قوي وبعدين هي ملهاش اصل ملهاش دواء يعني بالظبط هي في الاخر تظبط مناعتك تاكل كويس تنام كويس يعني وبعدين خلاص احنا عارفين بروتوكول وزاره الصحه عاملاه هنمشي عليه وان شاء الله هتخفوا بس اهم حاجه اما اي حد فيكم يبتدي يلاقي الحراره بتزيد او الاعراض بدات زيد. صح. ابتدي خد البروتوكول على طول قبل المسحه وقبل التحاليل يعني صح. ابتدي في البروتوكول فورا
احط بقى كل الخضار مع بعض. كده. الله الحمص ده يجنن. اه طبعا. وادي الزيتون. وهقلبها. ممكن نخلي بقى الكابوتشا دي في الطبق وبعدين ايه نحط عليها بقى. عايزه طبق غرف؟ مش لازم. بس ايه هطلع لك اهو. هنا ايه؟ تاخد ده؟ اه ممكن. اه عشان احط شويه كابوتشا كده. يلا. عشان بس ايه الناس تشوف كل حاجه. هي الفراخ المفروض تشرب الميه بتاعتها وتتحمر شويه بس احنا ما عندناش وقت فعايزين نوريكم بس ايه شكل الرول هيبقى عامل ازاي عشان تعملوه في ال ادي الكابوتشات كده تملوا الطبق وبعدين اقلب السلطه مليانه فوايد دي بقى طبعا اهم حاجه طبق السلطه طبعا ادي بقى فرنسيهم انا بعشق حاجه اسمها حمص و... وفجل اه نهائي كده الشكل بقى اللي انتوا عايزينه كده واحط شويه بقدونس مش هيقول لا طبق سلطه يجنن اهو وده هرجعه بقى ورا خلاص احنا كده عايزين بقى نوري الناس الساندوتش يلا هتعمليه ازاي عندنا اهو انا هنا عملت شكل القالب عشان هترصيهم الصينيه بتاعت التشيز كيك لو عندكم صينيه بتبقى واسعه شويه او مش بتبقى ثابته ممكن تحطوا ورقه فويل تحت كده وتقفلوها وتقفلوا عليها الحته دي من فوق لو الصينيه بتاعتكم تمام وكويسه على اعملوها على طول زي ما انا هعملها كده دلوقتي. اوكي. اول حاجه هعملها ادي الصوص. جيبوا بقى ايه كل الحاجات دي جنبي. ناخد اللون الاخضر ولا الاورنج؟ واحده كده واحده كده. ماشي. هاخد معلقه معلش. هحط شويه صوص تحت. كده. عايزه فراخ؟ هحط بس شويه جبنه عشان تلزق على العيش كده اللي مش عايز يحط جبنه خالص مش لازم وهحط بطاطس مقليه كل الحاجات دي اختياري بقى انتوا لو مش عاجبكوا حاجه شيلوها بس لو عملتوها كده هتعجبكوا قوي اوكي وهحط شوية مخلل بقى خيار على لفت كده وبعد كده ناخد الفراخ تمام بص هتلفه ازاي هنلفها بقى عادي جدا كده كده اقطعيها وبعد كده اقطعها اقطع بقى ايه ممكن تجيب لك سكينه اهي ممكن اشيل لو هنا في زياده او نحشيها بقى كويس للايه عشان اوكي الزياده دي ما تبقاش موجوده كده وبعد كده تتقطع كده نحاول نخليها كلها بنفس السوى علشان ايه ممكن نعمل كده اسهل مهندسه عشان تطلع شكلها في القالب حلو اهم حاجه واحنا بنحطها جوه القالب نخلي الحته دي اللي هي بتتفتح كده لجوه عشان يلزقوا في بعض عشان يلزقوا عشان ما تتفتحش ونحط بقى واحده برتقاني واحده خضراء وكذا وكذا اعملوا صف كده وصف كده هتدينا الشكل اللي هناك او لون واحد او هتدينا الشكل بالزبط. اللي انت محضره كده مش ضروري تكمليها كده الكاميرا جايبها لنا نفس الفكره بالظبط الناس فهمت الفكره احكي لنا كده عملنا ايه النهارده يا فرافيدو النهارده عملنا قالب الشاورما وعملنا سلطه الفجل بالحمص بشكرك ميرسي فريده موسى على الحاجات الحلوه اللي عملتيها النهارده والله. اشكرك اشكرك طيب خلونا ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع لكم ونتكلم عن تغذيه الاطفال السليمه وفكره هيرو بيبي خليكم معانا لو سمحتوا